اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب كريم، خلينا نبدا معاك. هم ما عندناش غير مباراه الارجنتين وكرواتيا، ولكن مباراه فيها كلام كتير جدا نقدر نتكلم فيها، لانه لم يكن احد يتخيل ان تظهر المباراه بهذا الشكل. طبعا اكيد، او تنتهي بهذه النتيجه الحقيقه. طبعا لا، والاداء حتى بصراحه والاداء على رايك جدا المنتخب الكرواتي تاثر بانه لعب كذا مباراه ورا بعض لدقيقه 120، ده واضح جدا جدا بدنيا. الفريق فعلا انهار تماما بعد يعني اعتقد 20 دقيقه من ركض ورا ميسي. ميسي بصراحه فعلا بيقدم مونديال، بيقدم نسخه من ميسي برشلونه مع جوارديولا. بصراحه ميسي بيعمل كل حاجه، يعني مفيش حاجه فعلا ما بيعملهاش. فطبعا الصراحه انت نمشي، بس الصراحه عنده حق، عشان انت نمشي بقى خلاص. لا لا اس عنده حق. يوم الاحد ماتش الساعه كام؟ 5. 5 الساعه 7:05 الارجنتين توجت بالمونديال، الموضوع انتهى. كل حاجه. ميسي اعظم لاعب في التاريخ بدون منازع. بس للامانه كريم، للامانه حتى لو ما خدش كاس العالم. لا 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 لا، مين ما خدش كاس عالم؟ ده هيتحف في اي تحفيل. لا سيبك من التحفيل. لا تحفيل. تحفيل الهزار ده. لا لا لا، ده يبقى فاينل كام يخسر؟ الثاني ككاس عالم. كاس وكوب امريكا. ماشي، بس هو كده يعني بقى. بس هو كده يعني كوب امريكا، كوب امريكا وكسرها. مره. ماشي، بس قصدي يا كريم يعني ميسي موهبه، يعني موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، غير ان هو اشتغل نفسه 15 سنه بكل الانجازات دي، بس برضه صعب. يعني الحفله تمام، انا معاك في الموضوع الحفله، بس المقارنه ما بين ميسي وكريستيانو رونالدو وكريستيانو في اشدها دلوقتي، لان طبعا رونالدو بصراحه بعد اللي حصل في المغرب بصراحه يعني لا خلاص انا اسف. طب يا جماعه بعد اذنكم انا هقوم امشي، عشان انا ما بحبش، انا خلاص بتنفس بسرعه، فيعني لسه لاعب كوره، لسه لاعب كوره، فمش قادر اقف اساسا، وصاحب من 7 الصبح في اجتماعات، فيعني بص مش شايف كل حاجه ورا بعض النهارده. وميسي كسب ورونالدو طلع، يعني اليوم لطيف. فطبعا المباراه بصراحه يعني جون بتاع الفارز الاول يعني دنيا، لا الماتش مش ماشي سجال. احنا قلنا ان كرواتيا هتلعب بال 4-5-1 وهيجولوا الارجنتين للاكسترا تايم، كرواتيا كانت الافضل، اضربات ترجيح تاني، لكن واضح جدا ان هم متاثرين بدنيا. وطبعا بصراحه ميسي فعلا، ميسي كان صعب جدا يتلعب عليه مان تو مان النهارده. بروزوفيتش كان في أسوأ مستوى له ممكن، بصراحه مستوى سيء جدا جدا جدا. كوفاسيتش برضه خط، ده احنا عاملين نقول خط وسط كرواتيا. كوفاسيتش، تخيل انك كوفاسيتش كان افضل الوحشين. يعني كلنا توقعنا بروزوفيتش هو اللي هيمسك ميسي وهيلعب مان تو مان معاه، ان هو فعلا ميسي لازم يتلعب معاه مان تو مان، مش اقرب واحد. من صعب جدا انك تخليه اقرب واحد، اقرب واحد يخشوك خلاص هيجري، يعني ما حدش هيلحقه. لكن لو مان تو مان زي مثلا يعني مستر مانويل لما كان دايما مع شيكابالا، حسام عاشور، خلاص حسام عاشور نزل سايب الماتش خالص، او حازم امام، او حازم امام. فدي في وجهه نظري الطرق اللي بتنفع مع النجوم المهاريين. فهو النهارده بروزوفيتش بصراحه ميسي رقص الناس كلها، ده الجون التالت مش ممكن حكاية. مش ممكن بتستاهل الجون التالت واخده وعلى الخط، يا حتى نعظم في اللعيب بتاع كرواتيا اسمه ايه، الاستوبر التاني الطويل قوي ده اللي لابس الماسك على وشه، عمالين نقول احسن لاعب وصغير في السن، هم عندهم 100 مليون التقارير بتاعت ال 100 مليون يورو، ال 100 مليون يورو بعد الكوره دي ما اعتقدش ال 100 مليون يخس 20 30 كده. هم تاثروا بدنيا، ان هم لعبوا ماتشين ورا بعض 120 دقيقه، موضوع صعب برضه ما استحملوش. والنهارده بصراحه الارجنتين فعلا بهذا الزخم الجماهيري الموجود قدروا ان هم يتفوقوا ويوصلوا للفاينل. وممكن اتفق يعني، انا ممكن اخد من كريم حتى واحنا هنعرض دلوقتي حتى التشكيل وطريقه اللعب بتاعه الفرقتين. كرواتيا كان اللي بيميزها في البطوله كلها ان هي نص الملعب بتاعها ثابت، زي ما كريم كده قال. ما تقولش كلمه ثابت لو سمحت، عشان خلي بالك اللي داخل علينا، هتلاقيه داخل علينا دلوقتي. مستر اسيست. مستر اسيست. قلت له ايه الاخبار؟ قال لي كتير يا كابتن، ده يناير جاي، الخير جاي في يناير. مش عايز اتكلم عشان طيب تشكيل المنتخب الانجليزي الارجنتين الانجليزي هم الاربعه ثلاثه يعني الارجنتين، او يعني هي ما نقدرش نقول 4-3-3 لان هي كانت على الورقه، نقول ان هي 4-4-2 وكان واضح حتى في الرسمه بتاعتهم في الملعب. الفكره اللي سكالوني النهارده عملها كريم، اعتقد ان هو عمل اللي كرواتيا عملته في ماتش البرازيل. يعني كرواتيا في ماتش البرازيل فضلت تستدرج البرازيل، تعالوا هاجموا، تعالوا خلصوا اللي عندكم، تعالوا هاتوا اخركم لحد ضربات الجزاء. هو
الارجنتين اللي كان واضح فعلا ان هم سايبين لكرواتيا الكوره في بدايه المباراه، عيشوا براحتكم استلموا عايزين تروحوا روحوا، لكن هي اللدغه. حتى في كوره كانت في الاول في اول دقائق اللي اتلعبت ورا الباك اليمين بتاع كرواتيا، ويعني كانت فرصه هدف عقد الدفاع كرواتيا اتضرب، وكان واضح ان هو الراجل في الارجنتين هو عايز الحته دي، عارف ان هم خط وسط قوي دفاع قوي، طب انا هعمل ايه؟ انا هحاول انا استدرجهم ان هم يهاجموا. لا عايزين كمان نقف على معلش لو نرجع للسلايد ده، السلايد اللي فات مهم جدا، ان احنا في مباراه سيمي فاينل كاس عالم يا كابتن اسلام، والاكس جي الاهداف متوقعه في سيمي فاينل ما بين منتخبين يوصل ل 2.1 الارجنتين و0.7 لكرواتيا، فرق كبير قوي، فرق مفيش منافسه اساسا، مفيش منافسه يعني كرواتيا فعلا ما جاتش حتى الكوره وما عملتش حاجه، حتى يعني بيريسيتش النهارده برده كان غايب تماما عن المباراه في الشكل الهجومي، رغم ان هو طبعا قدم مونديال ممتاز، لكن كرواتيا بصراحه النهارده كان مفيش بنزين. اسوأ مع ان على فكره كابتن اسلام يا كريم في الاحصائيه بتاعت عدد الدقائق الارجنتين تيجي بعد كرواتيا كعدد دقائق منتخب، يعني اكتر منتخب لعب دقائق في كاس العالم كرواتيا، ويجي بعديها على طول الارجنتين بفرق قليل، ولكن هنا الارجنتين عرفت تتعامل مع الوضع بشكل ان خدوا انتوا الكوره واجروا انتوا في الاول، بعد كده انا هاجي الدغكوا في ركله الجزاء والجون بتاع الفارس حتى فعلا الثاني، يعني توفيق، لان هي الكوره عايزه الكوره اللي برضو لما بتعوز في الخماسي، وبنشوف الكوره لما بتطوع حد بتخبط في مدافع ترجع له تخبط في الثاني وتروح. وهنا نعرف فعلا ليه بجد فعلا ميسي يعني بعد المونديال ده هيبقى فعلا في وجهه نظر اعظم لاعب في التاريخ. بص مراوغات عمل 10، 9 منهم صحيحه في سيمي فاينل، مفيش دفاع صحيح. لا في لقطه ان هو مسك رجله ان هو تقريبا ما كانش قادر، يعني بنتكلم في ميسي بيلعب وهو مش قادر في الشوط الاول، ده بدري كمان لكن لا انا وجهه نظري، يعني طبعا بتفق معك زي ما نقول كاس العالم بالنسبه لميسي، عارف انت اللي هي ايه الكريزه اللي هتتحط على التورته، يعني هي ختام مسيرته بالكريزه. لكن ميسي للامانه انا ما شفتش، يعني هي هنتكلم على استمراريه طبعا، احنا كل اللي احنا بنقوله انا ما شفتش اعظم منه ميسي الحقيقه. لا عظيم، لعيب عظيم. لا عشان كده انا بقول لك كريم السف هيبقى السف طبيعي، السف ده في الكوره الناس هتهزر، لكن هي الفكره لما تيجي بعد كده نقول للناس احنا شفنا ميسي وشفت، عارف انا ما شفتش زي ميسي. عندما سئل انت بتعمل ايه في الحالات اللي زي السف ومش السف والكلام ده كله، عارف قال ايه؟ قال لك ما بفتحش السوشيال ميديا. ميسي تقريبا لحد قريب ما كانش عنده انستجرام او حاجه. لا عنده كل حاجه. لا كان في فتره ما كانش عنده انستجرام، مش هو اللي بيدير الحاجات دي. لكن هو دايما لما سئل هذا الموضوع قال لك انا ولا بفتح قبل، والله ده مش فاكر كان الحوار، انا لسه شايفه اول امبارح. قال لك لما يعني لما يبقى مضغوط عليك من ناحيه السوشيال ميديا، قال لهم لا انا كده كده يعني مش بتاع السوشيال، ما بفتحش السوشيال ميديا كتير. فبالتالي قبل المباراه بيومين ثلاثه وبعد المباراه بيومين ثلاثه لو مغلوبين مش هفتح السوشيال ميديا خالص، مش فارق معايا يعني. والله كرام ممتاز يعني بصراحه، اي لاعب فعلا يعني بيبقى مقبل على مباريات مهمه فلازم يفصل نفسه عن الضغوطات الجماهيريه والكومنتات. النهارده الوضع طبعا على السوشيال ميديا بقى صعب يعني جدا. بصراحه انا حتى الفكره مش متخيل حقيقي حقيقي، يعني انا مش متخيل فعلا ميسي يخسر الفاينل، ده مشكله كبيره جدا، ده يبقى تاني فاينل يخسره مونديال، وكم الفاينلات اللي خسرها لاعب كبير. لا كتيره، ميسي لما كسب كوبا امريكا بعد ما المنتخب خسرها تقريبا مرتين او ثلاث مرات، في مره اعتزل دولي بسبب الضغوط اللي كانت كتيره بصراحه. يعني دايما يعني ممكن بقى المره الجايه لما نجيب الاحصائيات بتاعت الفاينلز بتاعت ميسي، انما طبعا يعني بس المهم بس ان شاء الله المغرب ربنا يوفقها تكسب فرنسا، لان لو فرنسا كانت الارجنتين الكلام هيتغير. هيتغير ليه؟ طبعا خبر ابيض، فرنسا فاينل مع الارجنتين اشد علينا الدافع، الارجنتين ما تهاجمش فرنسا في الفاينل. ايوه بس خلي بالك بقى دي طريقه لعب الارجنتين، انا النهارده بس شفت ان طريقه لعب الارجنتين اتغيرت شويه، اتغيرت شويه لكن الاول هاجموا الشوط الاول وبتاع، لكن لا بس قصدي كريم يعني حتى طريقه الهجوم هو بياخد الكره، عارف طريقه المرتدات اللي هي بشكل ان انا لكن هم في العموم الارجنتين في البطوله دي كمنتخب هي دي البطوله فعلا، يعني ممكن في 2014 ما نقدرش نقول ان هي مثلا بطوله ميسي بس، ممكن حتى في 2018 منتخب الارجنتين ممكن تحس ان كان في اسامي، لكن البطوله دي فعلا اللي هو المصطلح بتاع ميسي و10 خشبات ده هو فعلا المنتخب الارجنتيني عباره عن ميسي و10 خشبات، شيل ميسي هذا المنتخب ما ياخدش اي حاجه وما يعني ما يعملش اي حاجه فعلا، لان هم ممكن اسماء لعيبه فيها لعيبه جيده. لا انا وجهه نظري الموضوع يا كابتن اسلام فعلا شيل ميسي، يعني هو ميسي لما بيتحرك في المنتخب ده صحيح هو بيعمل الشكل، ميسي لما بيقف وبيتمشى زي ما بيقولوا هو بيتمشى لما بيريح، حتى ديبول نفسه سيء، ديبول وحش قوي يعني، ديبول بصراحه كنا يعني حاطين عليه امال كبيره جدا ان احنا نشوف ان هو مقدم مع اتلتيكو مدريد. انا الحقيقه ما شفتش حد
ده الفاريز هو اللي قيمه. لا يا راجل، لا يا راجل كويس يعني، كويس اللي بيمشي بالكره كويس. بس ده جوارديولا ما يعني الصراحه محظوظ جدا لما يرجع السيتي يلعب، يعني واحد عنده هالاند وعنده البديل بتاعه الفاريز، فبرضه يعني لا ولد صعب نتكلم له لعيب كاصغر كويس. اصغر لاعب بعد بيليه يسجل هدفين في السيتي. يعني انت ما شفتش ميسي، ما شفتش رونالدو تاني؟ ايوه. لا 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 صعب خلاص. لا يعني انت ما شفتش مثلا القيمه بتاعت رونالدو، قيمه ميسي، قيمه مارادونا الله يرحمه، قيمه بيليه، قيمه الناس صح اللي دي اساطير صح، يعني اساطير كبيره جدا. يعني انا للامانه حتى مبابي وهالاند يعني لعيبه واعده ولعيبه يعني مميزه جدا وهيعملوا ارقام قياسيه، بس انا متخيل ان هو هيجي عليهم فتره هم بسبب الشبع من موضوع الفلوس والاضواء والحاجات دي، ان هم صغيرين قوي بالطريقه دي هيجي عليهم وقت هم نفسهم ممكن تلاقيهم على 30 سنه 31 سنه. ماذا فعل مبابي في المباراه السابقه امام المنتخب الانجليزي؟ ولا حاجه. ووكر كان لا ووكر ولا حاجه، قفلها عليه اكله صراحه. صحيح. بس بمناسبه الارقام القياسيه اللي ايمن بيتكلم عليها النهارده، طبعا لازم نقول ان ميسي حقق رقم قياسي مهم جدا اصبح. يقول لك طبل يلا 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 هات يا ابني هات لي الطبل يا حبيبي. ده حقيقي يا كابتن اسلام شغل حقيقي. اه ماشي اتفضل. فاكت والله مش قادر اتكلم. فاكت حقيقه والله. مش هنستنى لغايه يوم الاحد الساعه 7:05 ونشوف اللي هيحصل. يا اما هنكمل تطبيل. انا هقول بس انا هجيب الكمانجه بتاعتي. انا هقول هات الكمانجه الفيولين كان دايما يقول لي انا هقول حاجتين. اتفضل. اول حاجه اقول الحقيقه عشان الساده المشاهدين برضو اللي هم يعني عندهم شغف يعرفوا الحقيقه دي. اتفضل. ان ميسي اصبح اكثر لاعب في تاريخ الارجنتين لعيبه كلهم يحرز اهداف في المونديال بعد ما وصل للهدف العاشر وكسر رقم باتستوتا. ماشي. دلوقتي 11. نعم دلوقتي 11. اه دلوقتي 11. يوم الاحد ان شاء الله الساعه 5 بدون شك اكيد رونالدو هيمسك الريموت وهيقعد قدام التلفزيون عشان يتفرج على ميسي وهو بيلعب فاينل الله اعلم قدام المغرب ولا فرنسا. بس اكيد بعد يوم الاحد الساعه 7 اذا ميسي كسب اللقب رونالدو اكيد يا كابتن اسلام هيقعد قدامه في التلفزيون و دي الحقيقه الثانيه. حقه لا في حقيقه ثانيه ان ميسي إيه؟ عادل كلوزا وعادل رونالدو الظاهره واعتقد جيرد مولر لا في فكره ان هو اكتر لاعب ساهم في اهداف يعني سجل وصنع سجل 11 هدف وصنع 8 يعني من زمان ما شفتش ميسي بيلعب مع منتخب الارجنتين بهذه الروعه بصراحه. تحس ان هو كبر واتظبط حلو يعني اللي هو لا هو حاسس كمان ان هي الاخيره ان هي الاخيره بالنسبه زي الكوبا هو كان حاسس ان ده اخر حاجه دي اخر حاجه ليه مع المنتخب فهو عايز هو حاسس ان هو الضغط حتى هو بيقول لك انا عيلتي معايا ولادي يعني الامور فعلا صعبه لدرجه ان هم قال لك ان ولادي اول في يوم ادوا له يعني الارجنتين اعتقد مش عارف بعد دور ماتش دور 16 تقريبا كريم ادوا له يوم اجازه لا ادوا له يوم اجازه مع اهل يعني عيلته في قطر اقعدوا روق كده يعني هو الضغوط عليهم كبيره جدا. ما انا بقول لك هو الضغوط عليهم كبيره جدا. ما انا بقول لك هو عندما سئل قال لك انا ما بحبش السوشيال وش انا ما بحبش السوشيال ميديا ولما بنتغلب وعلينا ضغوط كتيره ما بتابعش. اللي عايز يشتم يشتم واللي عايز يقول حاجه يقولها واللي عايز يعمل حاجه يعملها. بصراحه برضه كابتن هم ادوا له سيطره شديده جدا. يعني تخيل لغايه النهارده ديبالا مش يعني رغم ان ده لسه لعب ثلث ساعه لا يعني منتخب الارجنتين فعلا مفتقر للمواهب وديبالا واحد من المواهب الشديده. بس الناس كلها عارفه طبعا ان ميسي مش على وفاق مع ديبالا وميسي ما بيحبش ان ديبالا يكون في الملعب لان ديبالا اسلوب لعبه بيروح لنفس الاماكن اللي ميسي بيلعب فيها. يعني ازمه شبيهه بازمه ميسي مع جريزمان. يعني ميسي كان دايما مش حابب ان جريزمان يجي من اتلتيكو مدريد لبرشلونه لان جريزمان بيلعب في نفس المناطق اللي هو بيلعب فيها. كان ميسي يحب يلعب مع نيمار جدا لان نيمار واخد الخط الناحيه الثانيه وبعيد عنه. فانا بصراحه هي ميزه وعيب. ميزه ان الفريق منصاع لكابتن الفريق وقائد الفريق ومسلمين القياده. حتى شفنا مارتينيز بعد الماتش اللي فات بيبكي وبيقول احنا بنعمل كده عشان خاطر ميسي وميسي هو السبب في فرحتنا. يعني هم يعني مرتبطين بيه جدا. لكن خلي بالك برضو دي كانت بتحصل دي بتحصل مع معظم الناس ايامنا. يقول لك ابو تريكا بركات يعني خلي بالك بتحصل. ده طبيعي ان بيبقى في عندك لعيب هو الهيرو بتاعك اللي بتقعد بتقول انا هموت نفسي الماتش ده علشان ابو تريكه يعتزل وهو مبسوط. فاهم قصدي؟ فدي بتحصل مع الناس كلها بتحصل مع ناس كتير.
مش ميسي بس مش ميسي وعلى الجانب الاخر مثلا ما هو لوكا مودريتش كل المنتخب الكرواتي قال لك احنا هنموت نفسنا الماتش اللي جاي اللي فات يعني بعد ما كسبوا البرازيل قال لك احنا هنموت نفسنا الماتش اللي جاي عشان لوكا مودريتش عايز يصل مره ثانيه ودي هتبقى اخر مره فنفس الفكره كان ممكن ياخد رونالدو نفس الكلام كده يعني ديبالا يعني لعيب طيب عموما هنكمل كلامنا لكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن المغرب تحلم بمعانقة المجد والتاريخ أمام فرنسا ونرجع نكمل المغرب يا كريم الحقيقة مباراة صعبة جدا بكل المقاييس بتلعب بطل العالم بتلعب أفضل فريق هجوميا بتلعب حاجات كثيرة جدا طبعا يعني المغامرة المغربية يا كابتن إسلام واصلة لقمتها وسقف الطموحات وصل إلى أعلى شيء وبصراحة يعني الوليد الرجراجي عامله مع المنتخب كمان ماتش اللي فات بيلعب من غير نايف اكرد مساك اساسي عنده جنب رومان سايس وبيلعب من غير نصير مزراوي الباك الشمال الاساسي وكمان بيعتمد عليه في الهجوم يعني نصير مزراوي كده تشوف لعبه هو زي مثلا علي معلول في الاهلي انت مش بص عليه هو المدافع بس لا ده واحد من صناع اللعب عنده صحيح فهو بيخسر الاثنين دول قدام يعني يا سبحان الله قدام منتخب كبير زي منتخب البرتغالي واحنا اتكلمنا عن منتخب البرتغالي ان هو من غير رونالدو قدام سويسرا لعب بشكل افضل فالمفروض يبقى في قلق الفريق بيلعب بنفس النسق بنفس الريتم بنفس الاسلوب بنفس كل شيء وطبعا فوق كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى فالمنتخب بصراحه موصل الناس كلها لحاله ايا كان مين ال11 مش هتفرق اللي في الملعب مش فارقه معانا كتير الفريق بيلعب بروح واحده بيلعب باسلوب واحد وخلاص ما بقاش في مساحه ان احنا نتكلم فنيات هي روح معنويه بس طبعا بكل تاكيد فرنسا بدون شك مختلف عن البرتغال ومختلف عن اسبانيا، المنتخب الفرنسي شفناه بيلعب لعب اقتصادي بحت قدام انجلترا، كايل ووكر قدر ان هو فعلا يقفل الجبهه اليمنى على كيلان مبابي تماما، لكن طبعا كان في جيرو اللي قدر يجيب الحلول من الكرات العرضيه، وطبعا مش عايزين ننسى ان فعلا دفاع المنتخب الفرنسي وخط وسطه فريق اقل كتير. يعني برضو يعني فريق بيقدر يتعامل يعني مع يتعامل بس اقل من الناحيه الهجوميه اكيد اقل بكتير طبعا لكن هم بيقدروا يقفوا بيقدروا ان هم يوصلوا للهدف اللي هم عايزينه وهم طبعا عارفين بكره ان المنتخب المغربي قدام اربع منتخبات كبيره فضل كلين شيت المنتخب المغربي 432 دقيقه قدام كرواتيا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال كلين شيت فهم بقى عارفين المعلومه دي كويس فهيحاولوا ان هم على قد ما يقدروا يهاجموا المنتخب المغربي ويضغطوه عشان يحرزوا هدف مبكر ويعملوا الشيء اللي فشلت كرواتيا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال في ان هم يصنعوه في الشوط الاول. طيب هل من الممكن ان احنا نرى المنتخب الفرنسي يفوز بهذه المباراه بسهوله زي اللي شفناه النهارده مع المنتخب الارجنتيني بس بما اننا بنتكلم عن الكلين شيت خلينا نروح نشوف انفوجراف عن ياسين بونو ونرجع نكمل. نشوف المنتخب الفرنسي يفوز بهذه المباراه بسهوله زي اللي شفناه مع المنتخب الارجنتيني مع الكرواتي يعني اعتقد هيبقى في فرق ان المغرب هتلعب بالروح يعني الروح بتاعتها الحاجه الوحيده الجمهور والجمهور يعني هم فعلا عارف انت كانك بتلعب ماتش عمرك يعني الماتش ده ماتش عمرك يعني ممكن بالنسبه لهم النهائي خلاص يعني انا بس المهم ابقى موجود في فده ماتش العمر بالنسبه للمغرب لكن انا اعتقد ان فرنسا رايحه بقى باك جراوند ان ده المنتخب اللي طلع اسبانيا المنتخب اللي كسب بلجيكا المصنف الثاني المنتخب اللي خرج البرتغال يعني فرنسا وهم اكيد بيستعدوا للماتش ده يعني هيكونوا ذاكروا كل حتى لويس انريكي في المؤتمر الاخير يعني من النهارده تقريبا او امبارح لما كان بيتكلم حتى على اوناح بيقول انا ما يعني اللعيب ده جه منين انا نعرف زياش ونعرف اشرف حكيمي ونعرف مرابط يعني نعرف اللعيبه دي لعيبه شفناها لكن وناحي ده رقم 8 وحتى قال رقم 8 جابوه منين ده جه منين ده كان بيجري في كل حته في الملعب اوكي ده اكتشاف يعني بالنسبه لي فهم اكيد هيذاكروا المنتخب المغربي بشكل اكبر كمان برضو اللي انا كنت دايما بقول عليه هل المنتخب المغربي ولحد دلوقتي ناجح في الحته دي
هيقدر يستمر بدنيا ان هو يبقى واقف على رجله قدام فرنسا، لان برضه فرنسا لعبت ماتش انجلترا كان ماتش تقيل، ولكن في الاخر ما حسيتش ان فرنسا عملت مجهود كبير. يعني فرنسا على مدار البطوله انا مش حاسس ان هم عملوا مجهود يعني بدن شغل بدل، يعني كان بيكسبوا يخش فيهم جون يعوضوا. حتى ماتش فرنسا هم كانوا عفوا ماتش تونس كانوا بيلعبوا الشوط الاول تقريبا بنص يعني التيم كله بره، لحد ما نزلوا في الاخر الشويه اللي هم اخر ربع ساعه اللي كانوا حاولوا يتعادلوا فيها جابوا الجون اللي اتلغى. فنتمنى يعني نتمنى ان المغرب تفضل الروح دي موجوده فيهم، العزيمه اللي وقفتهم في الملعب. وحتى الكراجي النهارده كان بيقال تصريح لطيف اللي هو بتاع الاستحواذ، قال يعني الناس بتتكلم على طريقه لعبنا والاستحواذ، انا في الاخر بحقق الهدف بتاعي. هم فعلا كمنتخب ما بيستحوذش على الكوره كتير، لكن هم واقفين صح في الملعب وده اهم حاجه. عندهم روح، عندهم النهارده الاستخلاصات الدفاعيه بتاعتهم قويه، عندهم حارس قوي، ولما بيروحوا في فرصه يعني بيجيبوها. اي نعم هم انا من وجهه نظري ومش قصدي طبعا تريقه الاشقاء وكل حاجه، لكن شديره يعني حظه غريب جدا، مهاجم بيضيع انفرادات في الماتشات. على فكره ازارو رمزي ازارو اسلوب رمزي ازارو جدا، بس يعني يوصل يعني غريبه جدا ان انا النهارده في ماتش زي اسبانيا بروح انفرادين على اسبانيا بضيعهم، اجي في ماتش البرتغال اروح انفراد تقريبا كان من نص يعني كان انفراد غريب كده يضيعه نصفا ازارو. يعني هو موقوف طبعا خلاص لانه خد طرد في المباراه اللي فاتت فهو موقوف. فيعني نتمنى ان هم حتى في الحته الهجوميه لما يبقى في ضغط لو هم قدروا ان شاء الله يقفوا يعني الفرنسا، فحته الهجمات المرتده دي لو نفذوها صح هتبقى بالنسبه لهم حاجه كويسه. خصوصا كمان في كلام ان رابيو ممكن ما يلحقش المران لانه عنده نزله برد وتقريبا ما اتمرنش امبارح، ما اعرفش النهارده تمرين مش مهم قوي في مثل هذه بس هو كان عنده يعني وارد ان هو ما يلعبش الماتش بتاع السيمي فاينل. فده لان رابيو واحد من لعيبه النص اللي عاملين بطوله جيده جدا، يعني بنتكلم في المغرب طبعا الثلاثي المغربي وابرزهم بنتكلم مرابط واناحي هم في وسط الملعب عاملين شغل عالي، لكن رابيو برضو رقميا وحتى في الملعب عامل شغل. فنتمنى هنشوف المعركه اللي ما بين حكيمي ومبابي الاصدقاء هتبقى عامله ازاي. وفرنسا والمغرب يعني هي عارف انت اللي هو ايه، فريق بطل العالم وبيلاعب فريق هو حياته كلها في ماتش زي ده. صحيح. هوجو لوريس انفوجراف ونرجع مره ثانيه. طيب اخيرا من سيكون الطرف مع المنتخب الارجنتيني؟ يعني امنياتنا طبعا المنتخب المغربي كلنا بنتمنى، لكن واقعيا لو الامور صارت بشكل طبيعي اكيد فرنسا حظوظ فرنسا بتبقى اكبر خصوصا كمان نتكلم على منتخب هو يعني حامل اللقب. المنتخب الفرنسي عنده رقم قياسي مهم جدا كابتن اسلام ان هو بيكرر الانجاز بتاع المنتخب البرازيلي اللي وصل ل اثنين فاينل للمونديال 98 و2002. برضو دي المنتخب الفرنسي بيوصل لفاينل 2018 وبيوصل يعني سيمي فاينل 2022، وطبعا بيكسر القاعده اللي احنا دايما بنقول ان حامل اللقب بيبقى تاني بطوله احتمال كبير بيخرج من الادوار المبكره، فهم في افضل حاله بالنسبه لهم حتى في غياب كريم بنزيما وغياب كانتي اللي احنا قلنا هيأثروا بشكل كبير على الفريق. منظومه ديدييه ديشام بصراحه ماشيه بشكل مميز، والفريق حتى لو قدم اداء سيء قدام انجلترا ولكن هو حقق المطلوب، ونتمنى ان هم يقدموا الاداء السيء ده بكره وطبعا كمان يعني ينعكس على النتيجه. ايمن يعني زي ما مش اقدرش ازود كتير على كريم لان فعلا التمني هنتمنى المغرب، لكن الواقع بيقول فرنسا. بس احنا هنا مره قلنا ان النهائي هيبقى البرازيل وانجلترا يعني لا انا وكريم فاكر حضرتك سالتنا واحنا قلنا لك نتوقع ممكن البرازيل ونجيب الاثنين سافروا، هو كريم قال غلط عموما هو لازم يكون قال حاجه غلط النهارده يعني بنتمنى المغرب ان شاء الله تحقق الانجاز والمعجزه ونحتفل بقى معاهم لو نظموا كاس العالم للانديه هيبقى ماتش جماهيري حلو في الفاينل ارجنتين ومغرب. ماتش جماهيري ارجنتين ومغرب طبعا ماتش جماهيري حلو قوي صراحه.
لان اقوى الحقيقه جمهورين هم هناك مستحوذين على طيب اخيرا علشان حلقه يعني نخلص الحلقه كان في كلام هي حتى هذه اللحظه هي اشاعات نعم حتى هذه اللحظه تقارير هي تقارير واشاعات تقارير لا انا بالنسبه لي هي اشاعات عشان انا لو قلتها هتبقى تقارير فبالتالي انا خلوني اسالكم نعم هل هناك تقارير بالفعل بتقول ان اذا كانت بطوله العالم للانديه ستقام في المغرب او المغرب استطاعت ان تحصل على حق تنظيم بطوله كاس العالم للانديه سيكون من حق النادي الاهلي التواجد في هذه البطوله نعم اعتمادا على تقريرين تم نشرهم النهارده على مدار اليوم واحد عبر جلوبو واحد من اكبر المواقع الرياضيه في البرازيل والصحفي البرازيلي عن طريق مصادره الخاصه قال ان الملف المغربي لاستضافه مونديال الانديه القادم هو الملف الاكثر حظوظا بين كل الملفات المعروضه على الفيفا ومنها ملف من دوله قطر وملف من السعوديه والامارات الملف المغربي يبدو هو الاقرب في اجتماع الفيفا القادم الفيفا عندهم اجتماع في قطر على هامش كاس العالم يوم الجمعه ان شاء الله وفي هيعلنوا كاس العالم للانديه اللي هو متحدد له في شهر فبراير المواعيد متحدده وكل شيء هيتلعب فين اوكي طيب اذا حظوظ الملف المغربي كانت الاعلى وبالفعل تم التصديق على هذه الحظوظ وتم اختيار دوله المغرب يوم الجمعه بان هي تستضيف مونديال الانديه فهنا اصبح رسميا النادي الاهلي مشارك في البطوله بدون اي كلام تاني ليه ببساطه لوائح كاس العالم للانديه بتمنع مشاركه ناديين من نفس الدوله وبالتالي ساعتها النادي الوداد هو المفروض كان بيمثل افريقيا في البطوله فبما ان الاتحاد الدولي هيختار دوله المغرب فبالتالي هنا هيتحول نادي الوداد من ممثل لافريقيا لممثل الدوله المستضيفه وبالتالي يصبح مكان بطل افريقيا او ممثل افريقيا شاغر هيروح لمين هيروح لصاحب المركز الثاني وهو النادي الاهلي ودي حصلت قبل كده في 2007 و2008 في 2007 كان اليابان اليابان هي اللي بتستضيف والفريق الأروز كان هو البطل دوري ابطال اسيا وشارك بصفته المستضيف رغم انه ما كانش هو البطل الدوري كان بطل الدوري جامبا اوساكا اعتقد وفريق الايراني هو اللي شارك في دوري في كاس العالم للانديه بصفته وصيف دوري ابطال اسيا نفس الامر في 2008 كان كاشيما اعتقد كاشيما انتلوس هو اللي كان اللي لعب وقتها الاهلي لما الاهلي راح في لا ده كان في 2012 في وقتها كان هم اللي شاركوا واللي شارك الفريق الاسترالي كان وقتها وصيف ده الفريق الاسترالي اعتقد اللي كسب النادي الاهلي أدلايد 1-0 في الماتش بتاع الخامس والسادس فهي حصلت وحصلت بناء على لوائح الفيفا واللوائح ما اعتقدش ان هي ممكن تتغير يعني لان دي لوائح بطوله مصغره الفيفا زي ما قلنا كابتن اسلام بالنسبه له كاس العالم للانديه دي هو بيقاتل ان هي تتلعب يعني حتى لما بيبقى في مشاكل في الوقت ودول زي شفنا وقت كورونا اليابان اعتذرت وحصل مشكله في موضوع الصين لما كانت هتستضيف النسخه بتاعه 24 نادي وكان وقتها خلاص متحدد ان ثلاثه من افريقيا اللي هيشاركوا وكان حسب الحسبة يعني وقتها لو كانت اتلعبت كان هيبقى الاهلي وكايزر تشيفز وهيتلعب ماتش بين الوداد والترجي على الفريق الثالث اللي هيشارك في افريقيا لكن بسبب كورونا وترحيل اليورو والاولمبياد فالبطوله راحت ووقتها انفانتينيو قال لازم البطوله دي في يوم من الايام تتلعب عشان دي فيها مصادر دخل كتير جدا للفيفا وللانديه فحتى البطوله المصغره دي في 2020 لما الاهلي شارك و2021 اللي هي كان مره في قطر ومره في الامارات الفيفا كان بيقاتل انها تتلعب لان هي برده ما كانش ليها توقيتات يبقى اتحاد الكره عنده حق بقى ان هو عايز يلعب الماتش السوبر باربع فرق يعني تسويقيا فكره بس المهم تلاقي لها ميعاد فالفيفا النهارده بيحاول يلاقي مخرج للنسخه دي بتاعت كاس العالم للانديه خصوصا ان فيها ريال مدريد أوكي. يعني ريال مدريد هيلعب فيها كبطل أوروبا. وكان من فتره قريبه اعتقد كان روبرتو كارلوس انه من الناس اللي في اداره ريال كان اتكلم وقال ان هو كان سال انفانتينو البطوله دي ممكن تتلعب امتى فكان في مره في بعض الفترات اتكلموا عن جنوب افريقيا اتكلموا عن البرازيل دلوقتي التقرير البرازيلي ده مع تقارير اخرى بتقول ان في المغرب احتمال تبقى هي اوفر حظا ان هي تستضيف بتقول ان هي استضافتها كمان في 2013 و2014 وحققت نجاح لا وهتعمل زخم يعني الزخم مع حاله المغرب دلوقتي البطوله في المغرب واضح جدا انه هيبقى مكافاه
من الفيفا للاداء اللي المغرب بتعمله، يعني ان هو يودي كل النجوم بقى العالم دي للمغرب وريال مدريد بكام الدنيا هتبقى مش ان شاء الله هنعرف يوم الجمعه باذن الله. فنتمنى يعني احنا نتمنى طبعا الساعه كام؟ لا لسه ما لسه فاحنا نتمنى ان الملف فعلا اللي هو المغربي، لان هي فرصه كويسه دي، حتى دي اللائحه دي كانت وقت بطوله ال 2020 اعتقد وما اتغيرتش وهي ما بتتغيرش، هي موجوده في كل بطوله، ان ما ينفعش فرقتين من نفس الاتحاد يلعبوا في البطوله، وحتى لو بطل يعني بطل الدوري، نفترض ان مثلا الملف المغربي فاز، هنقول الملف المغربي فاز، لو كان الرجاء هو بطل الدوري فالوداد دوري ابطال افريقيا، الرجاء ما يلعبش، اللي يلعب الوداد بصفته المستضيف ويروح الوصيف بتاع دوري ابطال افريقيا اللي هو النادي الاهلي، فهي فرصه والله ان يعني احنا ما كانش لينا نصيب في دوري ابطال افريقيا، يعني حصل سيناريوهات مش لطيفه كنا نتمنى ان هي تتداركها، لكن وارد ربنا يكون كاتب لنا خير وكاتب لنا ان احنا موجودين فيها لو ان شاء الله قدر ان المغرب تستضيف هذا الحدث. يعني يا مسهل يا رب، هننتظر يوم الجمعه ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكرك يا كريم على وجودك معايا، بشكرك ايمن على وجودك معايا، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش ان بكره ان شاء الله هنطلع برده الساعه 11 بالليل ان شاء الله، ان شاء الله بعد مباراه المغرب وفرنسا ان شاء الله نحتفل جميعا بصعود المغرب للمباراه النهائيه لكاس العالم. جه اليوم اللي نقول فيه بلد عربي بيصل او بنفكر ان هو من الممكن ان هو يصل الى المباراه النهائيه، ممكن نشوف ده بكره ان شاء الله. عموما ننتظر ايه اللي هيحصل، وان شاء الله بكره هنبقى مع حضراتكم الساعه 11 بالليل، ما تنسوش بكره الساعه 11 بالليل هنبدا حلقه البيت الكبير. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، غدا حلقه جديده من البيت الكبير.